احنا عايزين كل مهرجاناتنا تبقى مستواها عالي. ده كله اثراء للحركه السينمائيه، هنستفيد، هنشوف افلام رائعه ما بتكونش عندنا الفرصه ان احنا نتابعها. المهرجانات بصفة عامة بتعتبر نشاطات تكميلية للسياحة، لأنه بالإضافة لزيارة الأماكن مهم جدا يبقى فيه يعني إيفنتس معروفة في خريطة سياحية وأجندة سياحية، وده إن شاء الله نحن نحاول نعمله في 2019.